تحقيق جديد أجرته بي بي سي عربي عن المدارس الدينية أو الخلوات في السودان رصد ضمن ما رصد الحديث عن إساءات ممنهجة تتضمن التقييد بالسلاسل، الجلد بالسياط، التكبيل، الحبس، الحرمان من الطعام والشراب. عدد هذه الخلوات قد يصل إلى 30,000 في عموم البلاد، ومؤيدوها يرون أن هذه الممارسات ممارسات فردية وأن للخلوة منافع كثيرة في تعليم أبناء الأسر الفقيرة خاصة. هل لكم تجربة مع هذه المدارس؟ كيف تقيمونها وكيف يمكن إصلاحها؟ هذه نقطة حوار جديدة. أنا محمد عبد الحميد، وسائل الاتصال هي المعتادة. على الهاتف 00442038 75 2989، على bbcarabic.com، على صفحاتنا على تويتر وفيسبوك، أو صفحة الشخصية على تويتر @mabdulhamidbbc. نقاشنا اليوم عن هذه الخلوات على وجه التحديد، ما لها وما عليها. وقبل أن نستقبل الكثير من الاتصالات، دعونا نشاهد هذا المقطع المصور من التحقيق الذي أجرته بي بي سي عربي. الخلاوي مؤسسات تعليمية إسلامية متجذرة في السودان منذ مئات السنين، يبلغ عددها حوالي 30,000 خلوة، وتحظى بالتقدير والاحترام لأنها توفر تعليما مجانيا للأطفال في كل أنحاء البلاد. منذ عام 2018 زرت 23 خلوة في كل أرجاء السودان، في العديد منها رأيت أطفالا مكبلين. أنا نبي أمر بدون جندير سبعة نفر ستة نفر نجرو إلا نقوم ونبوا نقوم ونقوم بصوت نجرو. بعضهم لا تتجاوز أعمارهم 5 سنوات. صعقت عندما علمت أنهم كانوا يضربون باستمرار، يعاقبون من قبل الشيخ أو أحد الطلاب الأكبر سنا لارتكابهم الأخطاء أثناء التلاوة. بدا لي الأطفال في صحة سيئة ويعانون من سوء التغذية. عدد كبير منهم يجبر على النوم على الأرض في جو حار جدا. ويترك الأطفال المرضى دون رعاية طبية. فقط من التحقيق، التحقيق متاح طبعا لمتابعته أونلاين وسيذاع ربما على شاشة بي بي سي عربي كذلك. لكن فتحنا النقاش حول الخلاوي بالمجمل في السودان، وما الفوائد التي تأتي منها وما المحاذير المرتبطة بها، وجاءتنا الكثير من المشاركات أونلاين. عوض مثلا كتب لنا وقال: في زمان سابق كان لهذا النوع من التعليم الفضل في محو الأمية ونشر الثقافة الإسلامية والدين، والآن حان الوقت لنقول له وداعا. وفقا لعوض، على الدولة أن توفر التعليم النظامي مهما بلغت التكلفة. أما جعفر فيقول: بصفة واحد ممن درسوا في هذه الخلاوي، هناك سوء فهم بشأن ما يدور داخلها. الناس تناولت الجوانب السلبية وتركت الجوانب الإيجابية. لذلك نحن نفتح النقاش اليوم للحديث عن هذه الجوانب، وأنا معني جدا أن أعرف وجهات نظركم. إذا كان لكم تجارب مباشرة مع هذا النوع من المدارس احكوا لنا عنها، أو حتى أن نسمع أيضا آراء المتخصصين من السودان. وبداية أرحب بضيفي عبر الأقمار الصناعية من الخرطوم، الدكتور خضر الخواض، الاستشاري والباحث في علم الاجتماع. يا دكتور خضر، أهلا بحضرتك. وفقا لرصدك أنت في المجتمع السوداني، ما هو تقييمك لواقع هذه الخلاوي؟ أهلا أهلا، شكرا بي بي سي عربي، شكرا للاهتمام بمثل هذه القضايا بمثل هذه الظواهر، ونشكر على إعداد هذا التقرير الذي كشف الكثير عن المسكوت عنه في السودان. تقييم هذه الخلاوي من خلال كل شكل
ما يدور داخلها. في كثير من يعني احنا نقدر نتجنى على الخلايا ولا نتحدث عنها بشكل سلبي، كما ذكر بعض المتداخلين بأن الخلاوي كان لها فضل في التعليم العام والتعليم الديني، وكانت جزء من مؤسسات التنشئة الاجتماعية، ولها دور أيضا في تعليم الأطفال بشكل معروف، وكان ببداية التعليم الديني في السودان أو في تعليم الدين الإسلامي ولا خاصة، لأن التعليم الديني في السودان بدأ من زمن الدولة الكوشية القديمة ومر بكل الحقبات والعصور. السودان مرت به كل هذه الأديان اللي كانت موجودة فيها حتى الآن هي موجودة. التقييم لو نظرنا للخلاوي من ناحية البنية التحتية بتاعتها، في كثير من الأحيان إنه في إشكال في البنية الموجودة البيئة. نحن لما نتكلم عن المؤسسة التعليمية كان تحدثنا عن الخلوة باعتبار أنها هي مؤسسة أكاديمية أو مؤسسة تعليمية. البنية البيئة أول ما نتقييم في المؤسسة نتكلم عن البيئة الموجودة. البيئة الموجودة في هذه الخلاوي كما عكسها التقرير أو كما نلاحظها نحن في المختصين في علم الاجتماع وكما كتب عنها المختصين في علم الاجتماع التربوي وعلم النفس التربوي، هذه البيئة لا تصلح لأن تكون مؤسسة تعليمية بأي شكل من الأشكال. لماذا يا دكتور خضر؟ يعني كل نقاط محددة واحد اثنين ثلاثة أكثر المآخذ التي تأخذها أنت على هذه الخلاوي. مجموعات كبيرة من الأطفال وفي هذه الخلاوي في هذه المكان يتواجدون، المكان لا يسعهم بالطريقة اللي ممكن يكون فيها نواحي صحية أو يكون فيه نواحي تعليمية صحيحة أو فيها نواحي يتوفر فيها الأمن الشخصي للإنسان. فنجد العنابر الموجودة فيها أو المساحات اللي يتواجدون فيها اكتظاظ، فيها اكتظاظ سكاني، وفيها أيضا البيئة حتى الحمامات الموجودة ما هي الحمامات التي ممكن يرتدها الأطفال في هذه الأعمار ويختلف أعمارهم السنية أو أي شخص دخل هذه المؤسسة بأي طريقة لكي يكون في بيئة صالحة للتنشئة الاجتماعية أو للنمو الشخصي. طيب لكن فكرة كذلك الزحام، فكرة الزحام يا دكتور خضر، الوجبة المقدمة أيضا دكتور خضر، قد يقول البعض أن فكرة الزحام هذه تنطبق على كل المدارس حتى المدارس النظامية وليس في السودان فقط، في الكثير من الدول التي ميزانيتها المخصصة للتعليم قد تبدو محدودة أحيانا. خلينا ندخل في الموضوع بشكل مباشر. الآن البعض يقول أن هذه الخلاوي تتم فيها ممارسات أخرى مثل الضرب، التعذيب، السلاسل والتكبيل، الحرمان من الطعام والشراب على أهون الأسباب. هل هذه الممارسات تتم؟ هل هذه الممارسات ظاهرة عامة في هذه الخلاوي ولا موجودة في بعضها فقط؟ نعم، هذه الممارسات موجودة في الخلاوي، يعتبره أحد أدوات التعليم، أحد أدوات التعليم والتحصيل في هذه الخلاوي هي الضرب والتنكيل والعزلة والتقبيل والتغييد والحرمان من الطعام. هذه موجودة في كثير من الخلاوي، كثير من الخلاوي التي موجودة فيها هذه الأداة تستخدم، هي اللي بيعتبروها واحدة من أدوات التربية. الضرب الموجود هذه في هذه الخلاوي يعتبروها جزء من أدوات التربية، وهذا الإشكال إنها بتنعكس على سلوك الطفل، إنه بتعلمه العنف ويتعلمه كثير من المشكلات، تخرج لجلين الشخصية مهزوزة بتنعكس عليه، بعد ذاك هو ممكن تسبب له مشكلة نفسية أو ما يكون مستوى التحصيل بتاعه في هذه الفترة، وفي هذه الفترة يكون مستوى متأرجح ما بين التحصيل الأكاديمي التحصيل الجيد أو التحصيل الضعيف. والتحصيل الضعيف دائما يتخوف الطالب من أنه التحصيل الضعيف دائما، كل ما كان التحصيل ضعيف كل ما تعرض للضرب. ومعظم هؤلاء الأطفال الذين يأتون للخلاوي هم ضحايا، ضحايا فقر وضحايا تشرد وضحايا نزوح وضحايا حروب، وكلهم هم ليسوا هم الأطفال اللي جو مخيرين لهذه الخلوة، ومعظمهم جهوم مجبرين. كما أفهم من حديث حضرتك إذن هي دائرة مغلقة، يعني كل هذه الظروف قد تؤدي إلى مستوى متراجع في التعليم، مستوى التعليم المتراجع سيترتب عليه عقاب أكثر مما قد يترتب عليه تراجع التعليم أكثر، يعني حلقة مفرغة. لكن السؤال، هل الجميع تجاربهم مشابهة؟ أنا معي واحد من الأشخاص الذين درسوا في الخلاوي وأحد خريجيها، أحمد علي عبد الباقي، ينضم إلي على خدمة الإنترنت. يا أحمد أهلا وسهلا، أحمد سوداني لك، متواجد الآن في السعودية، وما فهمت أنك واحد ممن تربوا في هذه المدارس أو هذه النوعية من المدارس. كم من السنوات درست تحديدا في الخلاوي، وهل كانت تجربتك كما وصفها الدكتور خضر ولا مختلفة؟
أولا بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم بي بي سي بعد انقطاع دمك لأكثر من 3 سنوات، ومرحبا بزميل الأستاذ أحمد عبد الحميد. أنا أحمد علي عبد القادر، يعني ما عبد الباقي بالمناسبة، لكن عموما خلينا ندخل في الموضوع. للأسف نحن في السودان ابتلينا بعدم المهنية في الإعلام، يعني للأسف الزملاء في الإعلام في السودان هنالك يقدمون يعني دائما بتلقى أنه بيقدموا مواد مسيسة مؤدلجة، بيتم تمرير الكرة وبالتالي يلعبون الكرة لأنفسهم من ثم يسددون في الهدف الذي يريدونه. أول شيء التقرير الزميل الحمداني من الخرطوم ذكر أنه الخلاوة فيها أكثر من 30,000 خلوة، يعني معدل خريجو هذه الخلاوة أكثر من 100 مليون طالب. الآن نحن نسأل، لا يمكن تقييم الحالة الفردية في الخرطوم فقط على أنها حالة عامة في كل السودان. الدليل أنه لم يذهب لخلاوة الغبش في شمال السودان، ولم يذهب لخلاوة همشكوري في الشرق. يعني إذا كانت العاصمة حالها بهذه الطريقة يا أحمد، هل تتوقع أن المناطق النائية تكون أفضل؟ أساسا العاصمة لم تكن تعنى، العاصمة الخرطوم مجرد عاصمة سياسية، لم تكن تعنى أصلا على مدى تاريخها بانشهارها في الخلاوي. انا اتحدث عن من 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 داخل الخلاوه، من نفس المجتمع، يعني درست في الخلوه، وبالتالي الان الدليل، انا اديك دليل ملموس الان، يعني ليس كلاما مطلق على عواهنه. الدليل الان اشهر قراء السودان الان من؟ الزين محمد احمد. اين درس واين تربى؟ درس في خرسي بشمال كردفان في باره، هذه خارج الخرطوم. يعني الآن هو احنا يعني مرة أخرى السياق بهذه الطريقة يا أحمد، أعتذر لمقاطعتك طبعا، لكن السياق بهذه الطريقة لا ينفي الممارسات التي يمكن أن تكون تحدث في الخلوة، يعني كون أفضل القراء خرج من هذه الخلوة لا يعني أنها لا تمارس فيها هذه الممارسات. مرة أخرى أنا معني بتجربتك أنت، أرجوك بصرف النظر عن الواقع الأعرض، يعني خلينا نتكلم عن تجربتك أنت. أنا أتحدث عن تجربتي أنا في خلال 4 سنوات التي درست فيها القرآن، لم أتعرض لأي شيء سواء كان تعنيف. ودعني أقول لك شيئا مهما جدا في هذا السياق. أولا، لا يمكن لأي خلوة أن تقوم بأذى أو أن تضرب أحد إلا بإذن بضوء أخضر من أولياء أمور الطالب، وهذا يحدث متى؟ عندما يرفض الطالب انه انا لا اريد ان ادرس ويعصي والديه، يعني يعطونه الضوء الاخضر ليضرب، ليس ضربا مبرحا وانما تخويفيا فقط، يعني ليدرس حتى او لترغيبه في الدراسه. ولكن في السودان، نحن في السودان لم يدخل الينا الدين بالسيف حتى اصلا، بالسودان كل شيء نعمله طواعيه. طيب ممكن اسالك بس، الخلوه اللي انت درست فيها فين على وجه التحديد؟ شمال كردفان في منطقة خلوة المجازيب في البنية، اللي هي منطقة رأس الشيخ زين محمد أحمد. أنا أتحدث إليك من ناس أعرفهم، وما يعني كانش في ناس درست معهم جيد، لكن لم يكن في أي نوع من أنواع العقاب، يعني عندما تخطئ ما كانت طبيعة العقاب الذي يطبق عليك؟ ليس هذا فحسب، بل أن ما تقوم به الخلوة من دعم معنوي، من يبدأ الطالب منذ أن يدرس القرآن حتى يختم 30 جزء، بيكون عنده في حاجة تسمى الشرافة. الشرافة هذا شيء بعد تكملة الأجزاء أو حفظها يحتفل الناس يحترمون في المجتمع كله، يحترم حافظ القرآن، وبالتالي يعطونه دفعة معنوية ويشجعونه، وبالتالي في تمازج. أنا حتى هذه اللحظة شيخي، يعني الشيخ أحمد حمد السيد عندما أتى إلى المدينة المنورة في زيارة يمكن قبلته من 2 سنين ولا أكثر، كان يكن لي كل الاحترام والتقدير وقابلني بكل حب، وحتى هذه اللحظة أنا متواصل معه. طيب يعني هذه صورة إيجابية جدا يا أحمد، صورة إيجابية جدا. أرجوك ابقى معي لأني أريد تقييم من الدكتور خضر. يا دكتور خضر، نحن مرتبكون الآن، لدينا صورتان يبدو بينهما تضاد رهيب جدا على طرفي نقيض، أيهما هي الصورة الأشمل أو الأعم تتصور؟ يا سيدي، هذا بيتحدث عنه الأستاذ، هو
ويمكن انا ما انا لا انا انا ما يعني الخلوه التي تتحدث عنها، نحن بنتحدث عن ظواهر وقضايا موجوده هي في المجتمع السوداني، قضايا الخلوه دي ومشكلات اللي بتحصل للاطفال دي هي موجوده، وفي دراسات كثيره اجريت على اطفال هذه الخلاوي، وجدت انه في مشاكل كثيره بيعانوا منها الاطفال، مشاكل بتاع الضرب ومشاكل بتاع في الحمل، ده مسكوت عنه. نحن مدى نتجنى على الخلاوي، لكن نحن دارين نصلح الحال، زي ما اصلحنا العمليه التعليميه ورفضنا انه يكون في ضرب في المدارس التعليميه، ولحد هسه في مدارس فيها ضرب ومنعنا الضرب فيها، الضرب موجود في الخلاوي ما في ضرب بنكر اصلا ممكن. الحاجه الثانيه مهمه جدا يا دكتور خضر، نحن تكلمنا انه هذا الضرب بيحدث بموافقه انا تكلمت الأهل. عن حاجه ثانيه دكتور خضر، احمد قال ان هذا الضرب لا ما بنفقد الاطفال، معظم هؤلاء الاطفال معظم انا اقول لك معظم الاطفال الموجودين في الخلاوي اهلهم بعيدين عنهم، الاطفال اللي بيجوا الخلاوي ده معظمهم هم ضحايا فقر وضحايا نزوح وضحايا مشكلات محدوسه في مناطق الهامش، وهم عندهم حل غير يدرسوا الخلوه دي، لان الخلوه كانت هي المأوى ليهم، وهو المكان اللي ممكن يجدوا فيه ما يمكن ان يعني يعيشوا فيه حياتهم في هذه الفتره، وما كان عندهم حل غير انه يجوا الخلوه، لانه في مناطق لا في مدارس للتعليم، هنا سيدي موارد بشريه مهدره. ليه؟ لانه ما حتلقوا التعليم الاكاديمي الذي المفترض يتلقوه مثلهم مثل رصفائهم الموجودين في العاصمه. طيب. في مدارس كيتس ومدارس المدارس النموذجيه. طيب انا الضرب ده بتعرضه اي الطفل ذاته في هذه المرحله بدايه تكوينه. دكتور خضر انا وانا بكلم بداية حضرتك تكوين شخصيته. احمد بيهز راسه يمينا ويسارا معترض، اذا كان لك تعقيب يا احمد اتفضل. اولا يبدو اول احترامي طبعا وتحياتي للدكتور خضر، لكن يبدو انه هو متحمل جدا على الخلاوي ولا يعلم بروتوكول الخلاوه. على فكره الخلاوه لا يمكن ان انا ما متحمل على الخلاوي، انا ذاتي من اسره دينيه عندها خلاوي. طيب عزيز يعني اتركني اكمل ولو جمله واحده مفيده. الخلاوه في بروتوكولها الان عارفه من داخل جدا. الخلاوه لا يمكن ان تقبل اي طالب من غير ولي امره، تاتي انت ومعك ابوك او اخوك الكبير، وبالتالي تقابل الشيخ، وحتى الشيخ يسمع من ابوك او اخوك الكبير باذنه، يسمع الحديث والتوصيه، وبالتالي لو في اي ملاحظات في السكن في المعيشه في شيء في مصاريف في غيره يتناقش معك في ادق التفاصيل، وبالتالي يذهب وللامر وهو مطمئن تماما ان ابنه في ايد امنه. لا يمكن أن يرمي والد ابنه بهذه الطريقة التي يتحدث عنها. إذا كان في حالات مثلا استثنائية معلش أنا لا يمكن أن أغالطه فيها، ولكن لا يمكن أن تجمع وتشمل على بقية السودان. طيب. أنا أعرف ناس ومستعد أنا أجيب له أجيب أريد أكثر. أن أريد أن أسأل حضراتكم نفس السؤال وأسمع إجابة أحمد الأول عليه. إذا كانت التجربة بهذا الشكل الإيجابي يا أحمد كما أفهم منك، هل طيب. الخلاوي مثالية إذن من وجهة نظرك، ولا في بعض النقاط ربما تريد أو تحب أن ترى هذه الخطوات طبقت في الخلاوي لكي يكون واقعها أفضل؟ إذا أردنا تطوير أو إصلاح طيب. الخلاوي ماذا نفعل؟ طيب أنا أجيبك بكل مهنية كالعادة. لا طبعا في كل مكان في الصالح والطالح، لكن هذه ترجع لشيء واحد، إحنا خلونا نناقش جذور الأزمة، ترجع للبيئة المحيطة. تعرف الأقاليم عندنا في السودان أو السواب الأعظم من الخلاوة بره خارج الخرطوم وهي في الأقاليم، وبالتالي تحظى بهذا النوع من التعامل، لكن الفئة القليلة داخل الخرطوم يعني تعرف أنه التعامل مع المجتمع المتنافر يعني يا أحمد ما اختلفناش على هذه النقطة، بس أنا قبل ما أسيبك لأن الوقت تقريبا بيخلص، إذا كنت أنت مسؤول عن هذه الخلاوي وأردت أن تضع خطة لإصلاحها في نقاط محددة، هل لديك خطة ما أشياء تريد أن تطبقها في الخلاوي، ولا هي جيدة جدا بالطريقة التي هي موجودة فيها؟ طبعا أكيد لدي خطة مهمة جدا. أول هذه الخطط أن يكون كل شيء في النور، يعني يكون في إثباتات تخرج للإعلام، عشان لو حصل افتراء أو ازدراء مثل هذا، أنا برأيي طبعا باحترامي للمناوين لي والمختلفين معي، إذا حصل مثل هذا يكون في كيفية آلية وتحت النور وتحت رقابة الدولة، مثلا تعلم أنه كيفية التسجيل، كيفية الاستغناء عن الطالب، يعني الشروط تكون موزعة على أجهزة الإعلام حتى لا
يعني من يريد ان يتحامل على الخلاوه ويرمي بما بالسياسات يعني المدعومه سياسيا. خلينا نقول احنا نعرف السودان في الفتره طيب. الانتقاليه الان خلينا هو يعني بس انا اشكرك يا احمد ومفيش حد عايز يتحامل على الخلاوه ولا في حاجه مدعومه سياسيا. نحن لدينا تحقيق مباشر وشهادات حقيقيه تم رصدها لحالات بعينها. ما نتحدث فيه هل هذه الحالات هي حالات يمكن ان نعممها ولا هي حالات فرديه؟ وفي كل الاحوال كيف نصلح هذا النظام سواء كنا مع فكرة الخلاوة أو ضدها؟ أشكرك أحمد عبد القادر، واحد من خريجي هذه المدارس الدينية في السودان لكن يتحدث من السعودية. ودكتور خضر أختم مع حضرتك بنفس السؤال، واضح أن أنت ضد الكثير من الممارسات التي تحدث في الخلاوة، إذا كنت أنت مسؤول عنها في هذه اللحظة خطة في نقاط محددة، ما الذي يجب أن يتم تغييره وكيف؟ طيب انا قبل ما امشي للحته دي انا متحمل على الخلاوي، ولكن اتكلم عن الممارسات اللي بتتم في الخلاوي. الممارسات دي في اشكالات كثيره هي مسكوت عنها بتتم داخل الخلاوي، في اشكالات كثيره جدا، في استغلال لهؤلاء الاطفال حتى في العمليه السياسيه شاهدناه في بعض المواكب. الاطفال دول بيجيبوهم يشاركوا في مواكب سياسيه ولتأييد نظام ولا لتأييد زعيم وهم ما مدركين انه ماشي. دي واحده من المشكلات اللي بنواجهها. الحاجه الثانيه نحن قبل ما كده نضع انه المعالجه تكون كيف، هو من هو الطالب اللي بيجيني؟ الطالب ذاته اللي بيجيني، ذكر الاستاذ احمد انه هو الاطفال دول بيجيبون ولي امرهم لما جابهم كان مجبر، ونحن ذاته ولي امرهم زمان لما كانوا بيجيبونا للتعليم كانوا بيقول لك ليك اللحم ولينا العظم. التربيه صحيح. كانت كده بالضرب، نحن لما قرينا كانت الضرب واثرت عليه وكانت كان تاثير كبير. نحن قرينا في مدارس فيها مختلف الاطفال، كانوا بيدرسوا من الصف الاول لحد الصف السادس كانوا موجودين في مدرسه واحده. طيب الآن عشان ما انتهش يا استاذ حافظ لان الوقت انتهى، انت لم تخبرني بخطتك الآن نحن المطلوب الان مراجعه هذه الخلاوي بشكل جيد ومراجعه تعليم هؤلاء الاطفال، لانه التعليم الديني لازم يصاحبه تعليم اكاديمي علمي بطريقه ممنهجه، ولازم هؤلاء الاطفال يضعوا في بيئه محافظه لهم، في بيئه تحافظ على صحتهم، تمنع منهم الانتهاكات اللي تحصل لهم، كان انتهاكات جسديه، كان انتهاكات جنسيه، كان مشكلات بتاع كان مشكلات صحيه، لانه في مشكله جوب موجوده في دراسه بتاع جلديه موجوده فيها مشكله الجوب داخل الخلاوي، في طيب. اشكالات بتاع ممارسات كثيره موجوده في الخلاوي. نحن نتمنى انه هذه الدراسات توصياتها وضعت انه الطفل ذاته لما يجي الخلوه هو يكون مخير انه يختار هذا التعليم. يعني ليه؟ لانه بعدين احنا مخرج التعليم هي الوظيفه، الدراسات الأكاديمية وطرق حديثة ربما ومراقبة كذلك لهذه الخلاوي ربما هي الخطوط العريضة. أستاذ حافظ أنا أشكر حضرتك، دكتور خضر شكرا جزيلا، دكتور خضر الخواض الاستشاري والباحث في علم الاجتماع وأيضا مهتم بدراسة الخلاوي، أشكرك شكرا جزيلا. جعفر أريد أن أعرف وجهة نظره أيضا على الهاتف هذه المرة. يا جعفر أهلا وسهلا، هل لديك تقييم أنت بشكل شخصي لواقع الخلاوي في السودان؟ استمعنا اليوم لوجهتي نظر عن واقع هذا النوع من المدارس. وعليكم السلام استاذ محمد، انا حبي اعقب على كلام دكتور خضر في حته انه هنالك طلبه يعني في الخلاوي يجبرون على نوم الارض او يجبرون على عدم الاكل. احب ان اؤكد انه انا كاحد يعني الاشخاص الذين تعلموا في الخلاوي، ليه ما نفهم انه المساله انه نوم الارض إن الخلاوي احيانا يكون فيها عدد يعني فوق لتحمل الشيخ اللي هو بينفق على الخلاوي دي، والخلاوي هي مؤسسات طوعيه يعني يقومون بها افراد رجال الدين، حتى الدوله ما بتقدر تعول ما يعني ما عندهم لهم، ما بس بتقدم معونات او بتقدم خدمات للشيخ اللي هو يعني الذي شيد هذه الخلوه. يعني احيانا بيكون في عدد طلاب كثافه عاليه جدا في الخلوه، يعني حتى الشيخ بعض الاحيان يعاني ما يعاني كي يوفر لقمه العيش لهؤلاء الطلبه. بس الكثافه يعني المبالغ فيها او الكثافه العاليه لا تبرر الافراط في العقاب. لا ليس عقاب هنالك، نوم الارض ليس عقاب، وانما عدم امكانيات من الشيخ الذي اسس هذه الخلوه انه لا يستطيع ان يوفر لهم يعني ما ينامون عليه. طيب لكن يعني جعفر نحن نتحدث عن بعض الممارسات رصدناها مصورة. جعفر بس نسمع بعض أرجوك، نحن نتحدث عن ممارسات رصدت مصورة لأطفال مقيدين بسلاسل أو أطفال يتم ضربهم بشكل شديد الوحشية أو شديد العنف، هذا لا علاقة له بكثرة الأعداد. أستاذ محمد
حتى التغيير في بعض لنسبه للحالات، احيانا ياتون الطلبه مثلا انا عندنا السخلوه الان في النيل الابيض يكون فيها طلبه من شمال دارفور، من جنوب دارفور، من البحر الاحمر، من كسلة. الطلبه في عمر 8 10 سنه، يعني الواحد ربما يكون اول مره يعني طلع من البلد اللي هو بلده اللي جاي يدرس في الخلوه، يعني يتغرب، يعني الغربة تكون بعض الأحيان صعبة عليه، يعني أحيانا يضطر يغيب لأنه ربما يهرب يواجه يعني متاعب في الصحراء، أو يعني يموت بسبب عطش أو بسبب جوع. يعني الشيخ بيتآذى من والده يقول لا أنا الابن ده ما ربما أنا لا أتحمل مسؤوليته، ولا لو أردت أن أحفظه ويدرس. طيب يعني بيتم تقييد الأطفال كي لا يهربوا، لا يهربوا، كي لا يهربوا من الدراسة. هل تعتقد أن الطفل بيتم توفير تعليم جيد له، وكما فهمنا يتم توفير طعام لا بأس به له، ويعامل معاملة حسنة ولا يتم ضربه، سيهرب؟ بعض الناس تخرجوا وحفظوا القرآن الكريم بهذه الطريقة. نحن الطريقة هذه ليست تشفي أو إغاظ زي ما بيقولوا لهذا الطالب، وإنما خوفا عليه. يعني هم الأطفال بيهربوا ليه طيب؟ يعني أنت تقول أنه يتم تقييدهم كي لا يهربوا، لماذا يهربوا؟ يا أستاذ محمد لا يهربوا لأنه في يعني في بيئة جديدة أو في وطن جديد بالنسبة لهم، ما لم يتغربوا قبل هذه الرحلة. وفي هذه الحالة الحل الوحيد هو تقييدهم وضربهم. الضرب يا أستاذ محمد آخر في حكومة البشير، حتى في السنين الأخيرة البرلمان ناقش إنه يمنع الضرب في المدارس. في المدارس أنا درست خلوة، ضربت في الخلوة وفي المدرسة تعرضت للضرب. الضرب ده لا يعني محصول في الخلوة فقط، حتى الآن في مدارس الثانوية أتحدى أي أستاذ إنه حتى الآن في ضرب يستخدم الضرب. الضرب ده محصول للأسف للأسف، وإنما خوف الضرب، يعني خوف يعني للطالب، يعني سلوكك هذا خاطئ، يجب أن لا سلوك. طيب أنا يا جعفر أشكرك شكرا جزيلا، وخليني أسمع رأي حسين أرجوك. يا حسين أهلا بيك. عليكم السلام. أهلا بيك عزيزي. هل لدينا ممارسات ممنهجة من التعنيف أو الضرب في الخلاوي كما رصد التحقيق وكما قال بعض المشاركين معنا؟ والله التعنيف ده في الخلاوي الغير منمقه، والخلاوي المدون شيوخ بتاع الطريقه، خلاوي الهبتميه زي. الو معاك يا حسين، الصوت مش واضح قوي بس اتفضل اكمل. قلت لك التعنيف والضرب والحاجات الغير انسانيه دي كلها في الخلاوي الغير يعني غير منمقه وغير يعني طابع على طريقه معينه. يعني هناك خلاوي جيدة لا يتم فيها التعذيب، هناك خلاوي. نعم. طيب الخلاوي التي يتم فيها التعذيب هذه هل هي تابعة لجهة ما؟ هل هي مقننة مراقبة؟ دي خلاوي مشمولة الهوية والمصدر، يعني خلاوي ساكت بدون ما منظمة يعني وما مسجلة في الشؤون الدينية، مش مسجلة. طيب إذا كان هناك محاولة لإصلاح هذه الخلاوي والاستفادة منها، لأن البعض قال لنا أنها مفيدة جدا فيما يتعلق بتعليم الأطفال خصوصا الفقراء، هل هناك طريقة تعتقد أنها ممكن أن تكون الطريقة المثلى لإصلاح الخلاوة كي تعمل بطريقة أفضل؟ ما الذي تعتقد أننا يجب أن نضيفه لطريقة إدارتها؟ والله هي الخلاوي دي سنده الخلاوي المعروفه، يعني الخلاوي اللي تابعه للطرق الصوفيه، لكن الخلاوي الثانيه دي ما اصلا يعني في اي شيء تتعرض لاي حاجه. طيب حسين انا اشكرك شكرا جزيلا واعتذر ليك ولمن يتابعنا لان الصوت مش واضح للدرجه، لكن على الاقل استمعنا لجزء من حديثك. وخليني ارحب بضيفي التالي عبر الاقمار الصناعيه من الخرطوم، الاستاذ حافظ علي حسين وهو مدير احدى الخلاوى في السودان. يا استاذ حافظ اهلا بحضرتك. أبرز الاتهامات الموجهة لبعض الخلاوة هو الإفراط الشديد في العقاب، إلى حد رصد وصل إلى حد الضرب بالسياط والجروح الغائرة التي توجد على أجساد الأطفال. هل لدينا إفراط في العقاب فعلا في الخلاوة؟ قبل كل شيء أشكر البي بي سي على هذه الاستضافة. أهلا بحضرتك. وأبدأ بالنواحي الجمالية في الخلاوي قبل الخوض في هذا الجانب السلبي. كما تعلمون أن هذه الخلاوي تلعب دورا كبيرا في تعليم الناس القرآن الكريم منذ سنين عديدة، وخرجت العديد من الحفاظ
تجدهم منتشرين في كل شرائح المجتمع، وتجدهم في كل المكونات في البلد، تجدهم في المهندسين، في صفوف الضباط والجيش، وفي كل يعني الشرائح موجودين. فقدمت للأمة خدمة عظيمة، وهي قبل كل شيء مأوى، مأوى للفقراء والمساكين. المشايخ في هذه الخلاوة يطعمون الطعام. عندنا ما يسمى بالتكية في الخلاوي، هذه التكية يصنع فيها الطعام بكثرة، فكل من جاء إلى هذا المكان يأكل ويشرب. فيعني كما جاء في تقريركم بتاريخ 19/10 أكتوبر، يعني أن نسبة أو عدد الخلاوي في السودان 30,000، وتم التصوير في 23 منها. هذا العدد لا يساوي 1% من العدد المذكور. 30,000 خلوة تم التصوير في 23 منها فقط. يعني أنت تعتقد أن هذه المخالفات هي مخالفات محدودة؟ هذا ما تريد أن تقوله، يعني هي الاستثناء. محدودة جدا جدا جدا، يعني محدودة جدا، يعني شيء بسيط، نسبة بسيطة جدا لا تساوي 1% من هذه العدد المذكورة. بس هل لدينا رصد، هل لدينا رصد لفكرة أن هذه الممارسات المخالفة محدودة؟ يعني من أين يأتي هذا المسح تتصور؟ طيب الآن قيل إن التصوير تم سرا، فلو جاءوا بالأبواب، لو أتونا بالأبواب لرأوا الجمال. وأتمنى أن تأتونا بالأبواب وتصوروا، تقابلوا المشايخ، ستجدون الخلايا كلها جمال. يعني التصوير السري يا أستاذ حافظ بيبقى عشان نصور على الطبيعة بدون تجميل. نحن لا نريد تجميل، لأن التجميل ربما لن يفيد المشاهد وحتى لن يفيد أصحاب الخلاوة، لأن يجب أن نعرف السيء كي نستطيع تغييره. أعتقد أن حضرتك تتفق أنك تريد الواقع الأفضل للخلاوة، ويتم تغيير السيء فيها حتى وإن كان بنسبة صغيرة. حضرتك واحد من مديري الخلاوة، متى تلجأ إلى العقاب؟ وما نوع العقاب الذي تلجأ إليه؟ ولماذا؟ نحن كالعادة الطالب الذي ينتظم في الخلوة ويقرأ بطبيعة عادية وسلوكه سليم ومستقيم لا يضرب أبدا. وهذه الانتهاكات والممارسات تحصل في ما يسمى بالإصلاحية وليس في الخلاوي. الخلاوي ليس فيها الضرب ولا التقييد ولا السلاسل. هي الإصلاحية دي غرفة داخل الخلاوي ولا لا؟ ده ما فهمناه. تحصل يعني تحصل في يعني مؤسسات تسمى بالإصلاحية، هي بجانب الخلاوي وليس في الخلاوي. طيب حضرتك قلت، أنا من حديثك أنت ذكرت أن الطفل الملتزم الذي يحفظ والذي سلوكه جيد لا يضرب على الإطلاق. الطفل اللي هو مش بيحفظ وسلوكه مش جيد، كيف تضربه؟ يعني كيف يتم العقاب داخل الخلوة التي أنت مسؤول عنها؟ هذا لا يعاقب كما وصف، يعني عقابه يكون أمرا وسطيا كما جاء. نحن يعني أمة وسطية، دائما أبدا الضرب يكون غير مبرح، غير مبرح. وصف غير لي يا أستاذ حافظ، يعني إيه ضرب وسطي؟ وصف لي طيب حضرتك إيه هو الضرب الوسطي؟ نعم، اوصف لي حضرتك ما هو الضرب الوسطي. يعني ليس يعني التعامل اللطيف مع الطلاب، وهذا يعني يعني غالبا ما يكون يعني في احوال نادره جدا جدا، كما رايتم الان وشاهدتم في هذه يعني الصور، هذه صور نادره جدا وليس يعني الغالبيه العظمى في 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 الخلاوي. فالغالبية العظمى في الخلاوي يعني الناس يدرسون بطريقة عادية وبطريقة يعني معتدلة. فكل من جاءنا وهو معتدل ينضبط بضوابطنا إن شاء الله يعني نعامله معاملة حسنة، وهذا أمر مشاهد. فلا يمكن أبدا أن يأخذ الولي ابنه إلى مكان يعذب فيه وهو ابنه، هذا أمر غير معقول أصلا. طيب يعني هذا يختلف يعني عن القصص التي استمعنا إليها، اللي الأهل نفسهم أحيانا كثيرة يصابوا بصدمة عندما يعود الطفل مليء بالجروح ومتعرض لضرب مبرح جدا.
تغيير واقع الخلاوي حتى إذا كانت بنسب محدودة أو استثنائية هذه الممارسات تتم فيها، ستحدث عنه معك أستاذ حافظ. لكن مازن سوداني متواجد في قطر، للأسف كما فهمت منه قبل البرنامج تجربته مع الخلاوي كانت تختلف تماما عن الصورة الجيدة أو الوردية اللي حضرتك ذكرتها لنا. يا مازن أهلا وسهلا، وأرجوك اخبرني بتجربتك أنت بشكل شخصي، درست في الخلاوي، ما هي المدة التي درست فيها هناك وكيف كانت تجربتك على وجه التحديد؟ أهلا وسهلا أستاذ محمد. أهلا بك. هي كانت مدة الإجازة الصيفية تقريبا شهرين، كانت في المرحلة الابتدائية، فكان كنشاط صيفي، يعني الأهل بيودوا أولادهم عند الخلاوي على أساس أنه يحفظوا القرآن أو أجزاء من القرآن وكذا. التجربة كانت سيئة لأبعد الحدود، والصدمات النفسية اللي خلفها الضرب اللي موجود في الخلاوي يعني بتفضل مع الإنسان، ما 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 هو شيء سهل إنه يتخطاها. بس هو الأستاذ حافظ قال إن الشخص اللي بيتعرض للضرب هو الشخص اللي هو سلوكه سيء أو بيبقى غير منضبط تماما وفي أضيق الحدود وضرب هين. لا 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 أبدا أبدا، الضرب ضرب قاسي جدا، وفلنفترض إنه الإنسان هو إنسان عنيد، هم الأهل يودون دائما أولادهم اللي معاندين للخلاوي عشان بين قوسين يتأدبوا. فهل الضرب هو وسيلة تأديب صحيحة؟ هل من المفروض إنه إحنا نطلع أطفال من صغرهم مقهورين مضروبين على أساس إنه هاي هو التأديب؟ يعني هاي شيء غريب صراحة. ممكن أسأل أي خلوة درست فيها بالتحديد يا مازن، في أي منطقة؟ هي في الحلة الجديدة في الخرطوم في العاصمة، يعني ده الحال أنا في العاصمة. اللي يصير في العاصمة، اللي يصير في الأقاليم أسوأ بألف مرة من اللي يصير في العاصمة. طيب هل تعتقد أن تجربتك هي تجربة فردية أو حالة فردية كما قال لي الأستاذ حافظ؟ أبدا 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 أبدا، يعني الشيء الوحيد اللي أنا تعرضته الضرب. أغلب الناس اللي بتسمع اللي أنا القصص اللي أنا سمعتها شخصيا عن اللي بيحدث في الخلاوي شيء فظيع، انتهاكات جنسية، ضرب، قهر، يعني انت بتحس انه هو مصنع تعذيب مش هو مكان حق تعليم القرآن. فانت من المفترض انه بتعلم دين بيعود الناس على التسامح. يعني الناس بتسأل كيف المسلمين عايشين في أزمة، هاي واحدة من أسباب الأزمة. آخر شيء قبل ما سيبك، هل ما زالت هناك رواسب مما حدث لك؟ بالتأكيد 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 بالتأكيد، يعني هاي يعني الحين أنا 34 سنة للحين موجودة معي الرواسب، وفي الغالب حتفضل معي. فهي يعني بدون ضبط من الدولة على هاي الخلاوي بتأكد تماما أنه حيصير إنتاج عاهات اجتماعية موجودة عندنا في السودان. طيب أشكرك يا مازن، شكرا جزيلا، وفكرة الضبط هذه سأتحدث عنها. لكن حسن سوداني متواجد في لبنان، قبل أن أعود للأستاذ حافظ، يا حسن اخبرني عن تجربتك أنت بشكل مباشر مع الخلاوي، كيف كانت؟ أولا تحياتي للبي على فتح هذا الملف، هذا ملف مهم جدا في السودان، وتحياتي لك أستاذ محمد. أهلا وسهلا. أنا قبل أن أتحدث عن تجربتي الشخصية، أتفق مع الدكتور خضر كان متداخل قبل قليل مخصوصا في ما ذكر. وأولا من تجربتي الشخصية، أنا كان أدرس في خلوة، لكن هذه الخلوة تختلف عن خلال هذه التي يقولون عنها. نحن كنا عندنا خلوة بالبيت، يعني خلوة عندنا بالبيت، هذه الخلوة يدرسون فيها أبناء الحي وأبناء كما يسمونها بالسودان العلة. دائما بتكون بعض المغرب إلى صلاة العشاء في فترة ساعة أو ساعة ونص، كل أبناء الحي يدرسون في هذه الخلاوة بصورة ممتازة، وصورة ليس فيها ما يقولون عن الخلاوي الذي يأخذون أبنائهم إليها ليأخذون سنين طويلة هنالك. لكن أنا عندي تجربة غير تجربتي الشخصية، تجربة أخي كان يدرس بخلوة في منطقة شمال كردفان، فتعرض لتجربة أنا في تقديري تجربة كانت سيئة جدا.
درس فيها لمدة سنتين بالتحديد، وفي كل هذه السنتين كان لم يأتي إلى الزيارة لأنه يمنعونهم أن يأتوا إلى الزيارة حتى يختم القرآن أو يحفظونه، هذه واحدة. وفي هذه السنتين تعرض لكثير من الانتحاكات الجسدية، يعني الضرب المبرد، ثم ثانيا تعرض إلى مرض الأشع الليلي وهو نتيجة لسوء التغذية وسوء البيئة التي هم يعيشون فيها، وهذه كانت تجربة سيئة جدا يعني. طيب أنا أشكرك عزيزي حسن، شكرا جزيلا. سيد حافظ، إذا كان لك تعقيب سواء على مقاله حسن أو مقاله مازن، تفضل. بصراحة يعني فعلا يوجد نسبة قليلة في بعض الخلاوي نظرا للظروف العامة يتعرضون إلى النقص في المواد الغذائية وكذا، لكن ليس الغالبية العظمى. هناك خلاوي كبيرة جدا مشهورة وهي قديمة تعتمد على نفسها، لها مشاريعها ولها مؤسساتها ولها مشايخ كبيرة يدعمونها. فهذه الخلاوي التي تذكر هي خلاوي بسيطة جدا يعني، فمعظم الخلاوي تهتم بطلابها غذاء وسكنا ودواء، فلا ينبغي أن ننسى الجوانب الجمالية لهذه الخلاوي ونذكر فقط الجوانب السلبية، فينبغي أن نعطي الخلاوي حقها ومكانتها في المجتمع. إذا قدر لك أن تغير بعض من واقع الخلاوي، ما الذي ستغيره؟ هذا ليس بيدي أنا، هذا يحتاج إلى جهود كبيرة، يحتاج إلى منظمات كبيرة ومؤسسات كبيرة تقوم قبل كل شيء بيعني إنشاء البنية التحتية لهذه الخلاوي وتوفير المساكن الصحية لهم وتوفير الغذاء الذي يعني يعتمدون عليه. فإذا كان الأمر كذلك إن شاء الله الخلاوي هذه تتطور وتمشي إلى الأمام. وغير وإلى جانب هذا ينبغي أن تنشأ إلى جانب هذه الخلاوي مراكز تعليمية مصاحبة كالسباكة وكمثلا يعني الكهرباء والخراطة وغيرها من التعليم التي تعينه في حياتهم اليوم بعد حفظ القرآن الكريم. يعني إدخال نوع من أنواع الدمج والتعليم الموازي للتعليم الديني كذلك في الخلوة. شكرا حافظ علي حسن، مدير واحدة من الخلاوي في السودان. شكرا أستاذ حافظ على التواجد معنا. من ضمن المشاركات التي جاءتنا كذلك الكثير من المشاركات أونلاين، وسألنا عن الممارسات التي تحدث داخل الخلوة على وجه التحديد، وواضح أن هناك انقسام واضح بشأن تقييم المتابعين لهذا الأمر. عن الجانب الإيجابي للخلاوة، خطاب كتب لنا وقال: عندما يكون لديك طفل ولا تستطيع أن تلحقه بالمدرسة الخاصة أو العامة وتكون هناك جهة تقدم لك المساعدة في تعليمه وفي محو أميته، لا أظن كما يقول خطاب أنه سيكون لك خيار آخر. جابر غرد وقال: 30,000 من الخلاوي هي الذهب لحفظه القرآن في السودان وإفريقيا، لابد لكل مسلم الحفاظ عليها فقد خرجت ولا تزال أجيال من حفظت القرآن من هذه المدارس، حافظوا عليها لكن التجاوز مرفوض. بلال يقول: هذه الخلاوة السودانية كانت تسمى في بلادنا بالكتاتيب أو الكتاب، وقد كان في ذلك الوقت بداية تأسيس جيدة للأطفال إذا كان شيخهم أو معلمهم صاحب ضمير إنساني. هنا المعضلة حول سبل إصلاح الدولة لتلك الخلاوة. يغرد بكيل البتول ويقول: السبيل الأمثل لإصلاح الخلاوة هو نبذ العنف وإعطاء الطفل الحرية، لأنه لا فائدة من تعليمه وحفظه لكتاب الله وهو أسير. يجب على من يديرها أي يدير الخلاوة تغيير النظام لصالح التعليم بالمجمل. محمود يقول: تعليم الدين بهذه الطريقة غير مجدي ولا يمت للإسلام بالصلة، واستغلال الطفولة باسم الدين بشكل سيء جدا كما يقول محمود. إبراهيم يقول: للأسف هذه الخلاوة هي العبودية بعينها والتعامل فيها لا إنساني مع البشر، أغلب من دخلها وعذب فيها لن يتعلم كتاب الله.
كما يقول إبراهيم. أما الشريف علي فغرد لنا وقال: السودان دولة فقيرة وقد زادت نسبة الفقراء عن 80%، ما أدى إلى خروج الكثير من الأطفال من سلك التعليم، بينما ظلت الخلاوة هي الملجأ الأول للكثير من الأسر السودانية. في زاوية الحديث عن كيفية إصلاح الدولة لتلك الخلاوة، عز الدين قال: تخصيص مؤسسة رسمية لإدارة شؤونها ولوضع شهادات رسمية معترف بها لتوظيف خريجيها في الدولة. هذا مجرد مقترح واحد، ربما سنبحث في الكثير من المقترحات الأخرى، لكن أرحب بضيفي عبر الأقمار الصناعية من الخرطوم السيد ياسر سليم شلبي، مدير البرامج في المجلس القومي لرعاية الطفولة. يا سيد ياسر، أهلا بحضرتك. العنف ضد الطفل مجرم تماما في السودان، لماذا تستمر هذه الممارسات في الخلاوة، وهل هي ممارسات فردية أم ممارسات منتشرة؟ نعم، شكرا جزيلا. الحقيقة واحدة من الإشكالات الكبيرة بالنسبة لانتشار العنف هي المفاهيم المغلوطة للمجتمع وللإسلام. بالنسبة لانتشار العنف في الخلاوي، يمكن القول بأن أكثر من 80% من الخلاوة منتشر فيها العنف لغياب التبعية، لغياب الباحثين. يعني نحن في المجلس القومي من تقريبا، يعني واحده من الاشياء اللي كانت واضحه منذ 2016، كانت في تقارير في وزاره التربيه تتحدث عن اشكاليه الخلاوه وربط العنف بالقران الكريم، وهذا يعني نوع من الخضوع والمذله بالنسبه للاطفال. بس حضرتك بتقول نسبه النسبه اللي حضرتك بتقولها يا استاذ ياسر نسبه خطيره جدا، 80% من الخلاوه يمارس فيها العنف. اين الدوله؟ اين انتم؟ نعم نعم، الدولة الحقيقة نحن نتحدث عن الواقع. عندما يعني قامت الثورة كان الواقع كالآتي: هناك أكثر من ثلاثة، في تقرير وزارة التربية 2015 واليونيسيف، في حوالي 3,200,000 خارج سور المدرسة، في عدد كبير جدا من الخلاوة يمارس فيها العنف بصورة كبيرة جدا، لكن غياب المساءلة والمتابعة والرصد كانت واحدة من الإشكاليات. نحن عندما بدأنا، أول شيء بدأنا كانت صادفت جائحة كورونا، وعندما تم إغلاق المؤسسات التعليمية وجدنا أن الخلاوة تم إقفالها، وقمنا بالتعاون مع ديوان الزكاة ومع اليونيسيف بالخطوة الأولى، نحن نعتقد بأنها أول خطوة تكون في تاريخ السودان للاهتمام بالخلاوة، بترحيل هؤلاء الأطفال إلى ذويهم ولم شملهم. واتضح لنا أن يعني نحن في السودان معظم الذين يأتون للعاصمة لدراسة الجامعة، وجدنا أن معظم الأطفال في أعمار صغيرة تم جلبهم إلى الخلاوة. يعني الخلاوة هي في التاريخ معروف بأنها ملحقة بالمسجد، توجد في الولايات، لكن وجدنا أن الأمر أصبح أشبه بالإتجار بالبشر. ما هو هنا يعني المعضلة البصاق والسفريات التي البعض يقول. نعم. أن هذه الخلاوة توفر تعليم خصوصا للأسر الفقيرة، وهي تقدم أيضا وجبات كذلك، تحظى باحترام لأنها تدرس القرآن الكريم، وفرصة للتعليم المبادئ الأساسية للقراءة والكتابة على الأقل. ما الحل؟ هل الحل هو إغلاقها بالكامل، الإشراف عليها؟ هل لديكم خطة أصلا لاحتواء هذه الممارسات فيها وتطويرها؟ نعم، لدينا خطة، وبدأنا كما ذكرت بالمرحلة الأولى بدراسة هؤلاء الأطفال. ثانيا بدأنا بوضع مسودة للائحة لتحديد المعايير، لأن الأمر ليس توفير الوجبة، الأمر ليس هناك معايير للأعمار، ليست هناك تبعية واضحة. بدأنا الآن في إعداد مؤتمر للخلاوة للوصول إلى قوانين واضحة بخصوص التبعية، بخصوص المتابعة، بخصوص الأعمار. يعني الأمر في الخلاوة هو قائم على انتهاكات كبيرة جدا. يعني نحن الآن الأسبوع القادم سوف نعلن عن خبير لعمل دراسة لإيجاد الحلول، لأن هناك إشكالات بالمجتمع. يعني هناك طبعا المجتمع دائما يربط الأشياء بسوء الفهم للإسلام. نحن نتكلم عن واقع، حريصين على الأطفال، بدأنا في خطة تدريجية، وإن شاء الله بإذن تعالى همنا الأول هو حماية الأطفال.
الفكره ايضا ان الاسره حتى يعني كثيرون قالوا على اطفال الخلاوي فلا معنى له. الاهل يعني نفسهم بيكونوا مع اصحاب الخلوه احيانا كثيره وبيقولوا حتى لك اللحم ولنا العظم. في هذه الحاله ماذا ستفعل الدوله؟ نعم، الاشكاليه الكبيره انه يعني القوانين واضحه بالنسبه للعنف ضد الاطفال ايا كان الشخص الذي يمارس العنف. بالنسبة للخلاوة معظم هؤلاء الأطفال يعني من تجربتنا مثلا في جائحة الكورونا ولم شمل أكثر من 10,000 من الأطفال أن هؤلاء يعني يأتي بهم من أسر بعيدة جدا، المراقبة والمتابعة تكون ضعيفة وهي قائمة على استغلال الإسلام، يعني أسرة في منطقة نائية أن الأطفال سوف يتم تحفيظهم القرآن لكن لا يتابعون أحوالهم ولا يعرفون عنهم. والجزء الآخر هو استغلال الإسلام واستغلال الجهل أنا أفتكر. لكن واحدة من الإشكاليات الخطرة في المجتمع ربط نموذج أو نموذجين، يعني البي بي سي نفسها عرضت نموذج إيجابي لخلوة، لكن الإشكالية نحن الجانب بتاع التمييز. عندما حدثت قبل فترة إشكالية في أحد المدارس الأجنبية هنا في السودان أن طفل تم ضربه من قبل أحد أولياء الأمور، قامت الدنيا واشتعلت وسائل التواصل. عندما نأتي للخلاوة المجتمع في ثبات عميق، ونحن نعمل في هذا المجال معظم الذين يدافعون ويتحدثون لا يرسلون أطفالهم أبدا للخلاوة. طيب نحن شكرا جزيلا يا أستاذ ياسر على التواجد معنا ونذكر نعمل حراك من أجل حماية الأطفال. أشكرك أستاذ ياسر، شكرا جزيلا. السيد ياسر سليم شلبي مدير البرامج في المجلس القومي لرعاية الطفولة كان معي من الخرطوم، جزيل الشكر. الحديث المباشر تلفزيونيا على الأقل انتهى، لكن الحوار يتواصل عبر خطوط الهاتف المباشرة على راديو بي بي سي. معي أنا محمد عبد الحميد، بعد قليل.